السيد الأخضر الإبراهيمي تحدث فيها على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة رغم أنه ليس بطبيب، وأيضا تحدث على أنه لا يستطيع فقط أن يتحدث إلى الجماهير بسبب انخفاض صوته، ولكنه يعي ما يدور حوله. أولا استسمحك لأقول أن ما يتلفظ بهذا بالنسبة إلينا ليس صحيحا. اعتدنا من هذه الزمرة الكذب والمراوغة، وعلى فرض صحة ما يقول وأنه في صحة جيدة، لماذا لم يتم تصويره أثناء قدومه من سويسرا؟ لماذا لم تحضر القنوات الخاصة أو القنوات الأجنبية لينظر الشعب الجزائري للرئيس القادم من سويسرا؟ لماذا لم تصور هذه القنوات أو لم تحضر اللقاءات التي تمت بين قائد أركان الجيش ورئيس الحكومة؟ فكل ما نراه عبارة عن فيديوهات مفبركة. نعم نعم. والقول بأن الرئيس في صحة جيدة هذا كلام غير صحيح، هذا كلام فيه الكثير من التجني، واسمح لي أن أقول فيه الكثير من الكذب، وهذه مراوغة ومحاولة للالتفاف حول مطالب الشعب. وعلى فرض مرة أخرى، على فرض أن الرئيس في صحة جيدة، الشعب الجزائري خرج بملايين، خرج حوالي 30 مليون في مسيرة 22 مارس، خرج وقال لا للعهدة الخامسة. نعم. وإذا لم تفهم السلطة ما معنى لا للعهدة الخامسة فهي تقول لا لرئيس الجمهورية. نعم. وضحت هذه، اسمح لي، على رأس هرم السلطة. نعم.